السلام عليكم، واش راكم مدام؟ جيسبيغ راكم كامل مليح. اليوم جيتكم بوني ديت على ديكوراسيون تاع رمضان، تقدر ديروها للعيد وسي، باسكو رانا ديجا فوتنا نصفيه. انا شويه ان غوتار بارابور لا فيديو، لا غالب المرض كي يحكمك يحكمك، الحمد لله. المهم انا جبت لكم واحد دي زيدي برك بوغ لا ديكوراسيون تاع رمضان. اني ما شريت والو بوغ لا ديكوراسيون، كلش كان عندي. في ديبي تاع لا فيديو حد تشوفوا كيفاه جو في لا بتيت ديكوراسيون، ومن بعد نعت لكم وصفه تاع واحد دو ديسير افيك اوريو، سي تري تري بون وخفيف. و فيغ لا فان نعت لكم لا بتيت ديكوراسيون في الليل و لا بريزونطاسيون تاع الحلويات. وهذيك هذه الليله كانت لانيفرسير تاعي وسي، ما صورتش يعني كوتي انيفرسير، مي سي جوست لا ديكوراسيون تاع لو بتي بوفي. جيسبر كو لا فيديو هذه تعجبكم وخليكم معايا. وحتى اطفالنا بيان سور ما نساهمش، كيما ولاتي بغاو حتى هما يزينوا بيتهم. سي تي افيك بليزير درت عاونتهم شويه، هما اختاروا الالوان اللي بغاو، هكاك باه ندير لهم اون سيرتان امبيونس في رمضان ويعرفوا واش فيه العادات والتقاليد. هي تحلية سهلة بالأوريو وفيها تانيك مكونات بسيطة. عندك 500 مليليتر حليب بارد بيان سور. نبداو نوجدو لاكخيم دابور، ربع مغارف كبار سكر، ثلاث مغارف كبار نشا، مغرفة كبيرة كاكاو. نخلطوها نحطوها على نار هادية حتى نتعقل، ونرجعو لابارتي تاع اوريو. نحتاجو علبة اوريو، ها هي انا حليتها. نخلي كعبات باه بريزونتي بيهم فيغ لافان، كسوهم على النص، وهذا ممكن نرحيوهم في الغوبو ولا اللي عنده مهراس ولا كيما بغا. مهم الناس كل عندها دوك الغوبو، نرحيوهم في الغوبو ونكملو الوصفة. تقدروا تعوضوا اوريو باغون سبيكولوس ولا بيسكوي واحد اخر المفضل عندكم، هي جوست كيسيون دو غو، كل واحد واش يشتي. انا هالمره درت باوريو، انا اصلا مش بزاف اوريو وحده، بصح في التحليه هذه يعجبني. حنا نحطوا الاوريو في لو فون تاع هذا لي كوب هكا، طريقه سهله. لا كونتيتي كيما بغيتو، هنا حنا نبيو شوي عليه باش يجي مستوي او ميم نيفو، ويجي باهي باسكو يكونو بالطبقات. هنا لاكخيم ديسير تاعنا خفارت، نخليوها شويه تبرد ونحطوها في لي كوب.
رايحين نلوحوا الكريم ديسير سور لي كوب. هنا راح نديرو الطبقة الثالثة، هي سهلة، فيها 200 مليليتر تاع لاكريم ليكيد باردة بيان سور. حطيتها شو في المجمد كونجيلاتور، نحتاجو ربع مغارف ماكلة سكر، نديرها فيغ لافان سكر حتى نطلع لا كريم ليكيد اون نيج باش ترجع شونتيي، ونزيد لها فيغ لافان ان بو دو موس او شوكولا. لا كريم شونتيي تاعنا ها هي طلعت، اون انكوربور لا موس او شوكولا، ندخلوها بالعقل لا موس او شوكولا كيما كندخلو البلون دوف اون نيج، البلون دوف اون نيج نديروها بالعقل هكا كيما كي نديرو البلون ناج في الكيك، ولا خلينا ندخلوه بالعقل هكا. بعد ما خرجنا لي كوب من الفريجيدار من الثلاجة وبردو، ها هو برد حكم روحو، نقدرو بين بوشادو نحطو لا شونتيي هنا ونديرو الطبقة الاخرى. دوك تشوفو معايا نزيدو المرحلة تزيين، سوا نديرو الشوكولا ذايبة ولا نديرو قطعة تارتيني كيما النوتيلا. درتها هذه بلوغيو، مي يقدر العبد يديرها بانوطخ بيسكوي كيما قلت توتالوغ، ولا ديكوراسيون على ذوقكم كيما بغيتو. اللي يحب يدير شوكولا بيضاء، يحب يدير شوكولا كوم سا ولي، يزين بأوريو، يزين بحاجة أخرى، يقدر يدير مكسرات من الفوق. بصح برك التحليويه بنينه بزاف بزاف، سافو فريمون لا بين، سورتو دوك رانا صايمين، سي بريسك لي ديرني جور، دوك نحبسو شويه الحلويات بلوتو التحليات، وان شاء الله الايامات هذوم نتقاسم معكم دي روسات تاع الحلويات العيد ان شاء الله. وهذه لا بريزونطاسيون فينال باسكو درت لكم ديجا لا روسيت او باغافون تاع التحليه بالفريز، راني حطيتها سور ما شين، تبعوها سي اون روسيت تري فاسيل اوسي وخفيفه. و هذه كانت لا فيديو تاع اليوم، جيسبر عجبتكم. ما تنساوش تابوني وتبارطاجي وديروا لايك، وان شاء الله نتلاقاو تري بروشينمون في وصفات للحلويات العيد ان شاء الله. ونخليكم باي باي على خير.